وش هل... في أي منهج هذا؟ تأتينا به، تأتي بالنسخة وشوف. يعني هم ذكروا نواقض اللي ذكرها شيخ الإسلام ولا نواقض من عندهم هم؟ إن كان هي نواقض الذي ذكرها الشيخ فلا يجوز لهم يتصرفون فيها، وإن كان وضعوها هم ينظر فيها هل هي صحيحة ولا ما هي صحيحة، فتأتون بالنسخة بارك الله فيكم وينظر فيها إن شاء الله. نعم.